نجاوبوا على هذه المواد الاساسيه مع اخترتي ان تعطي الامثله، يمكن الافضل نجاوبوا على هذه الامثله. نتكلموا اولا على المواد بحال القطنيات او القمح اللي عرفنا عرفت ارتفاع منذ اكثر من سنه بسبب التداعيات ديال ما بعد كوفيد والازمه الاوكرانيه. وفات لينا تكلمنا على الاجراءات اللي قامت بها الحكومه لدعم هذه المواد الاساسيه من جهه. كاين مواد اخرى اللي كتنتج محليا واللي كتعرف اليوم يمكن ارتفاع، الا خدينا يمكن مثال ولا جوج. تكلمتي على اللحوم، كما تكلمتي اليوم كاين واحد ارتفاع ديال 10 15 درهم، ناتج اولا ان بسبب الجفاف اللي كان السنه الماضيه كان يمكن نقص في 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 في, 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 في الابقار الاليفه، وبالتالي كان تدابير في هذا الشهر باش نسمحوا بدون بلا ما تكون تي في ا او لا الدوا دوان تقريبا 200 الف باش نعاودوا ندعموا هذاك الانتاج ديال اللحوم داخل المملكه، لان كاين نقص وهذا النقص ناتج بالطبع على الجفاف وكذلك على الارتفاع في الاسعار ديال المواد لاليمون دو بيتاي. وبالتالي هذه الاجراءات كلها كاينه وزاره الفلاحه وكان عندها اللجنه هذا العشيه متبعه مع جميع المستوردين ديال هذه الابقار باش نرجعوا تدريجيا لهذيك الاسعار ديال اللحوم اللي كانت قبل من هذه الازمه اللي كنعيشوها. مثال يمكن اخر اللي تكلمتي عليه هما الطماطم. اليوم راه شفنا وصلات كانت يمكن في دوجان ب 5 دراهم 10 دراهم، وهذه ناتجه على ظروف يمكن مناخيه في هذا الوقت، لان كان واحد نقص في الانتاج، وكاين اليوم تفاعل مع جميع المنتجين مع جميع المتدخلين من وزاره الفلاحه، ويكون ان شاء الله تحسن في مقبل وقبل شهر رمضان في الاسعار على اي يمكن تتبع مع جميع الفاعلين في هذا القطاع. شكرا السيده الوزيره. تعقيب الفريق المحترم، تفضلوا السيد الرئيس. الاسواق اللي تنتقدوا منها السيده الوزيره اكثر بكثير من هذه الارقام اللي عطيتي، يعني كاينه واحد الزياده اللي قد تفوق 50% في كل المواد الاساسيه. اللحم راه طلع من 65 درهم من 1200 ريال 2400 ريال، وبالتالي خصنا مجموعه من الاجراءات. الحكومه خصها تكون عندها الجراه السياسيه للافصاح عن هذا الواقع من اجل التخفيف الحقيقي على القدره الشرائيه وضبط مراقبه الاسواق ومواجهه كثره الوسطاء والمتضاربين ولوبيات الاحتكار المتسببون الرئيسيون السيده الوزيره في احتداد موجه الغلاء الفاحش والمستفيدون الرئيسيون من هذا الوضع. محدوديه الاجراءات المتخذه من قبل الحكومه الهادفه الى التخفيف من نقطه الغلاء وعدم استدامتها بدليل ان الاسعار ماضيه في الارتفاع، منذ مده ماضيه في الارتفاع السيده الوزيره. فشل السياسه الفلاحيه التصديريه في ضمان الامن الغذائي وتوفير المنتوجات الغذائيه باسعار معقوله، ادعال الحكومه لاوامر المؤسسات النقديه الدوليه بعدم تخفيض الضرائب لمواجهه التضخم والغلاء. اننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل ونحن نعبر عن استيائنا لتردي الاوضاع المعيشيه، ندعو الى وضع اليات مستدامه لحمايه القدره الشرائيه، ومن بينها تخفيض النظام مراجعه النظام الضريبي، تخفيض سعر المحروقات بالان بتسقيفه، تخفيض الضريبه على القيمه المضافه لكل المواد الاستهلاكيه وفي مقدمتها الماء والكهرباء كما قامت بذلك الدوله الاسبانيه الجاره، والزياده العامه في الاجور، وتخفيض الضريبة العامة على الدخل كآلية لاعتمادها الكثير التي اعتمدتها الكثير من الدول بما فيها جيراننا. وشكرا السيدة الوزيرة.